بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاء إن أنتم إلا
أهدى أم
السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل